مساء الخير واهلا وسهلا فيكم بالبرنامج الاسبوعي المباشر على فضائيه نور الشرق. الضيوف كتار عم بيطلوا علينا، كل ضيف منهم عم يحمل معه زواده ورساله مهمه كثير بحياته المسيحيه. عم نتعرف من خلال هالضيوفنا على حياه اللي عم بيعيشوها، حياه اليوميه اللي عم بيعيشوها بحياتهم، كيف عم بيكون خبراتهم، شو الرسالات اللي عم بيوصلوها للعالم اللي محيطه فيهم، وقديش كمان عم بيعيشوا هالايمان خصوصا بهالزمن، زمن الالام اللي نحن عم نقطع فيه. بداية بالقسم الثاني من الحلقة رح يكون معنا ضيوف رح يعطونا شهادة حياة، ضيوف كثير مميزين جايين من مصر، رح نتعرف عليهم بفقرة بعد فقرة الثانية بعد وقت قليل. أما هلا فقرتي الأولى مع صديقة عزيزة ممثلة لبنانية صاعدة وواعدة بإذن الله، عم بتخوض تجربة التمثيل بفترة مش من كثير زمان، الممثلة مها بطيش. أهلا وسهلا فيك. بونسوار حبيب. بونسوارين، أهلا وسهلا. ثانك يو على الانترودكسيون اللي كتير حلوة. مرسي، هيدا أقل شي فينا نقوله بعد ما قلنا شي. الله يباركك، وأنت إنسانة فعلا مميزة، صديقة ممثلة وزميلة كمان بمجال التمثيل، وإضافة لهذا الشيء إنسانة مؤمنة وملتزمة، والحلو كمان أنك عم بتخوض أعمال، كل الأعمال اللي عم تخوضيها أو عم تمثلي فيها عم بتكون فعلا حلوة. وإذا فينا هيك نحكي بداية، كيف عم بيكون فرحك مع يسوع؟ عم نبلش نغوص أكثر بموهبتك وبحياتك، قديش أنت إنسانة مؤمنة وملتزمة بالكنيسة، ومن قد ايه فترة تعرفت على الرب إذا فينا نقول؟ هلا حبيب، أنا خلقت بعيلة هي أصلاً عيلة ملتزمة، أم وبي بيصلوا، أم وبي دايماً بيتكلوا على الله، وهن علمونا دايماً نتكل على الله وكيف نصلي وليش بدنا نصلي. هي مهم نعرف ليش بدنا نصلي أكثر من إنه نصلي من دون هدف ومن دون سبب. فكرمال هيك خلقت بعيلة ملتزمة والحمد لله، وبشكر الله إنه خلقت بهيدي العيلة، وهي اللي عرفتني على الله. هي بتكون بأول الطريق، بتعرفك على يسوع، على العذراء، على الله، على كل القديسين. الحمد لله أكيد على كل شيء، الحمد لله على أهالينا اللي كمان بيكونوا واعيين على هذا الإيمان اللي عندهم إياه، وبيحاولوا يبرتوه أو يعطوه أكثر لأولادهم. هذا الشيء كمان كتير مهم، لأنه ياما في أشخاص شباب وصبايا يمكن خلقوا بظروف صعبة، أو يمكن مرقوا بظروف كمان أصعب، ما قدروا تعرفوا أكثر على المسيح. بس أنت على الصعيد الشخصي معها قديش عم تلمسي وجود الله بحياتك اليومية؟ هلا بما انه دائما تعلمت اتكل على الله، دائما بعرف انه شو ما بعمل الله بيكون حدي، الله موجود معي، وعندي ايمان انه شو ما بطلب يمكن مش دائما يتحقق، بس اذا تحقق بيكون لصالحي، واذا ما تحقق كمان بيكون لصالحي. ومن هون الايمان، مش كل شيء بنعمله وكل شيء كل شيء بنعمله وكل شيء بنطلبه لازم يصير مثل ما نحن بدنا، لا، دائما بنقول مثل ما الله بده، وهيك ربيت وهيك اكيد كفي وبربي اولادي. امين يا رب، ان شاء الله ربنا يضل هيك دائما بالمسيره معك. نحن بنعرفك، او انا شخصيا بعرف انك موهوبه كثير، رح نحكي اكثر على موهبتك، ولكن انما باول حلقه دائما بنبلش بترتيله. بتحبي تسمعينا شيء بصوتك ولا برتل انا؟ هلا انا صحيح بدومين التمثيل، بس انت بترتل وانت اللي صوتك حلو. الحمد لله على كل شيء، اكيد كل انسان عنده مواهب غنيه وكثيره، لكن رح نبلش بترتيل صغير بنرجع اكيد بنكفي حديثنا معك. معه اسالك ايمانا ينقل الجبال ويقتلع الصخور، ايمانا مؤسسا على قدرتك وحبك، إيمانا يملأ قلبك. أسألك إيمانا يستند إلى معرفة صادقة بذاتي، أسألك إيمانا يستند إلى معرفة صادقة بذاتي. بهذا الإيمان أردد لك، أنا لست بشيء، أنت هو كل شيء، ليس لدي شيء، أنت تملك كل شيء، لا أقوى على شيء، أنت تقوى على كل شيء. أنا لست بشيء،
أنت هو كل شيء، وما أسألك إياه. أهون عليك من نقل الجبال، ولقد وعدت بذلك كل إمام، بحجم حبة الخردل. ثانك يو على الصوت الحلو ميرسي إلك، وعلى الترتيلة الحلوة. شكرا. معها قديش نحن فعلا هيك بحياتنا اليومية عم نعيش إذا بدك بمصاعب عم نقطع فيها، وقديش بتتكلي على الله بحياتك؟ وكمان بدي هون اطرح عليك سؤال، انت بحب اذكر كمان انك مخرجه من الجامعه اللبنانيه ودارسه يمكن بكليه العلوم، وهذا كمان مجال كمان شوي صعب، كان بالفارماسيست او بالبيوشيمي او هالمجال اللي كمان بده دراسه. قديش ربنا هيك ألهمك لحتى تكون عم تكتشف موهبتك، وحتى لو من بعد ما تكون قطعتي بفترة صعبة بالدراسة وبالجامعة، أكيد الحمد لله إنك قطعتيها بنجاح وبتفوق كمان. صح. ليك وقتها تدرس شيء له علاقة بالعلم، في كتير ناس بتقول هيدا شخص بده يصير مع الوقت ملحد. أنا دارسة بيوشيمي بالجامعة اللبنانية، وبالبايو كيمستري أكيد في كتير أشياء بتدرسها بتتعلمها، أو بدك تصير ملحد أو لا، بدك تقول يكبر إيمانك يمكن. عن جد الله قديه تعب لحتى خلقنا بهيدي الطريقة، وقديه حكمة الله، وقديه عن جد الله ميزنا عن كل الأشياء التانية، عن بقية المخلوقات، وميزنا كتير. فبوقتها تعلمت وخلصت جامعة، هالشي ما بعدني أبدا عن الله، بالعكس قربني منه وخليني أكتشف عظمته أكتر، وخليني أكيد أتعلق فيه أكتر وأتكل عليه أكتر. وهيدا الشيء اللي خلاني كمان فوت على المسرح. يمكن المسرح دومين كتير بعيد، بس بذات الوقت إذا كنت قريب من الله دايما بتقول لازم حكمة الله هي يلي ترشدك، هو يلي يدلك على الطريق. وكنت دايما أقول خلص إذا الله إذا أنت بدك ياني يكون هون أنا رح كفي، وكتر خير الله وصلنا الحمد لله على كل شيء. واكيد نحن هون بدنا نذكر انه العلم كمان لما نكمل نتعمق فيه بنشوف قديش فيه دقه، وقديش ربنا عليه السلام منظم كل الامور بشكل الانسان قد ما يوصل الاي كيو تبعه لدرجه كثير عاليه ما انه قادر ابدا بعد يفهم كل الامور اللي ربنا خلقها فينا مزبوط. وخلقها بالحياه. اكيد هذا الشيء كثير مهم انه يمكن بقربنا اكثر من ربنا. لارجع للمسرح معها، هل كنت تلمسي هالموهبه اللي عندك اياها بعمر صغير، ولا يمكن كنت انت بينك وبين حالك تحسي انه عندك هالموهبه وانما ما لقيتي يمكن ناس تشجعك او تحمسك لحتى تفوتي على هذا المجال، وخصوصا انه هذا المجال كمان متعب كثير، يعني الى جانب انه هو بده موهبه، بده دراسه، وبده مثابره، وبده فيه تعب، يعني مش بسهوله الانسان بيوصل للحلم. ليك من انا وصغيره اكيد ما بتخيل حالي اني بطلع على مسرح، ولا بتخيل حالي اني امثل، بس كنت دائما هيك احضر تي في، خصوصا نشرات الطقس، كان كثير عندي هوايه ارجع عيد النشره للبابا والماما بالبيت، كنت حب هيدا الشيء. كانوا هن المستمعين، كانوا هن المستمعين، وكنت اخترع انه اليوم رح بدنا نتشتي لو كنا بالصيف وهالاشياء، بس اهلي ابدا ما كانوا من الناس يلي بيشجعوا اولادهم انه يفوتوا بهيدا الدومين، ان كان دومين الاعلام، ان كان التمثيل، ان كان المسرح. بس بتعرف بس تخلص جامعه يمكن الاهل بيطمنوا بالهم انه ابنهم او بنتهم تعلموا خلصوا جامعه، سو خلص هلا فيهم يعملوا شو ما بدهم، ما عاد فيها المنع او ما عاد فيها الرفض مثل يلي كان موجود قبل. وبرجع بقول المسرح فتت عليه بالصدفة، وكنت دايما أقول إذا عن جد محلي هون الله رح يوجهني. أنا بدي أذكر المشاهدين وكل الأشخاص اللي بيحبوا أن يكونوا عم يتواصلوا معنا أو يسألوا حيالة سؤال للأنسة مها بطيش الممثلة اللبنانية، انه فيهم يتصلوا على الرقم 01-255-500، كما انه فيهم يبعثوا رسائل خطيه على الواتساب على الرقم 818-086-11. كمان بحب اذكر انه نحن عم نطلع لايف على الفيسبوك على الصفحه الخاصه اكيد بنور الشرق، كما عم نكون موجودين على اللايف ستريمينج كمان على الويب سايت الخاص بنور الشرق. مها اكيد المسرح بيعطيك انتشار، وحضرتك كمان كان لك تجارب بالتقديم،
تقديم البرامج، كما انه كان لك تجارب بادوار تمثيليه تلفزيونيه. بدايه شو اكثر شيء هيك حسيتيها قريب لك من بعد ما اكيد ما طورت حالك ودرست المسرح، وين لقيت حالك اكثر بالتقديم بتمثيل المسرح ولا بتمثيل الدرامي والتلفزيون؟ ليك المسرح له نكهته، يعني تطلع على المسرح تشوف الناس قدامك تتفاعل معهم، بتحس بلذة العمل أكثر من التلفزيون، أكيد أكثر من تقديم البرامج. فبحس إنه المسرح له نكهة خاصة، وخصوصا يمكن هلا كونك عم تلعبي دور البطولة بمسرحية عرق جديدة للأب فادي ثابت، شو فيك هيك تخبرينا عن هالمسرحية الحلوة الكوميدية يلي بعدها مستمرة، مزبوط، مستمرين بعرضها على مسرح جورج الخامس أدونيس، نعم، مع الأبطال الأستاذ ريمون صليبة، الأستاذ وجيه صقر، الأستاذ بشير مارون، كلهم أساتذة نعم أكيد بالتمثيل ما في وكلهم شك. أبطال، بوجه لهم تحية كتير كبيرة. أكيد مع الأب فادي ثابت وممثلين منهم أصدقاء، منهم تلاميذ لبيرفادي، ومنهم أكيد محترفين بالتمثيل، بوجه لهم تحية كتير كبيرة، ماريسا مارر، ولواكد عبدو سقيم، سامر، سمير، ما بعرف، ما بدي اعدهم كلهم نوال ما حتى انسى حدا، اكيد نوال زياده، ومعنا الطفله كندا فواز، كندا يلي هي صغيره عمرها 12 سنه نعم وعم بتخوض هيدي التجربه، واخذت دور بطوله، وحلو تعيش هيدا الدور على عمر صغير، فحيكون لها دور مميز كمان بالمسرحيه، والمسرحيه كوميديه، يعني يلي عباله يضحك، يلي عباله يشيل همومه عنه ينساهن، لازم يجي لعنا على المسرح ويحضرنا. اكيد. بحب ذكر كمان المشاهدين انه عم تتعرض كل خميس جمعه سبت واحد على مزبوط مسرح جورج الخامس مزبوط بادونيس، هي كمان تاليف واخراج الاب فادي ثابت صح، اللي كمان عم بيكون له دور كمان كثير مهضوم بقلب المسرحيه. اكيد. هيك شو فيك تخبرينا هلا، انا بعرف كمان يمكن مش اول عمل يمكن لك مسرح هيك كونك شاركت قبل بكذا عمل غير، صح، ولكن هذا الدور البطوله قديش هيك اضاف لمسيرتك معها، وقديش هيك اعطاك يمكن ثقه، حتى اعطاك يمكن مسؤوليه اكثر انه تكون انت عم تحملي توقيع، يعني عمل بين توقيع الاب فادي اللي اكيد مع يعني بغنى عن التعريف باعماله الحلوه المسرحيه. هلا اكيد بدي اشكر الاب فادي ثابت لانه اعطاني الفرصه اني اكون على مسرحه وكون مشاركه بعمل من اعماله، هيدا اكيد شرف كثير لإلي، وهيدي اضافه لمسيرتي الفنيه، اذا بدنا نحكي مسيره مع انه هي كثير صغيره، اكيد صدق هيدي العمر قدامنا الله راض الله كريم. هيدي اضافه لإلي اكيد. والتحدي الاكبر دائما بيقولوا لك شو التحدي بالنسبه لك انك توقف قدام الناس وتمثل، بقول لهم لا، التحدي ان يكون مع ناس محترفين بالتمثيل مثل الاستاذ ريمون، الاستاذ وجيه، الاستاذ بشير، ومثل الاب فادي ثابت يلي عن جد انا بدي اشكرهم لانه كانوا سبورت لنا، كانوا عم يدعمونا، كانوا عم ينصحونا لحتى نوصل لهون. ورح نشوف هلا بعد الصور كمان يلي امنتي لنا اياهم، نشكرك. صور قليله صور للمسرحيه، مسرحيه علقه جديده، تنترك السسبنس للعالم نعم تروح تحضرنا. اكيد. واستاذ ريمون صليبه عم يلعب دور كثير مهضوم، عم يلعب دور امراه، عم يلعب ورجل، صح، دور رجل، فانا كان كمان لي الشرف ان اكون عم بحضر هذه المسرحيه. وصوره ثانيه كمان هلا عم نشوفها، نعم. شو بتخبرينا عن صور ريمون ودور ريمون اذا بدك كمان، قديش هيك عطى لمسه سحريه بهالمسرحيه هلا كونه عم بيكون يعني عم بيتقلب بين دورين، صح، دور امراه ودور رجل. بدي اقول له يعطيه الف عافيه لانه دوره كثير صعب ريمو عن جد، ومتعب بذات الوقت، بس عم بيأديه بطريقه كثير حلوه لدرجه انه العالم تظهر من المسرح كلها عم تسال عن ريمو. ريمو هو شاب بالضيعه اندلفت، بيشتغل عند الابونا وحيكون مغروم فيي، بس انا ما بكون مغرومه فيه لانه انا خاطبه، بس رح استغل عم تلعب دور ابن رئيس، بنت بنت رئيس، رئيس البلدية، مزبوط، بنت رئيس البلدية، نعم، يلي بيها بده يجوزها غصبا عنها لشاب ما بتحبه، سو رح استغل حب ريمو لإلي لحتى خلي خطيبي يغار، وهون بتبلش القصص الكوميدية بين ريمو وبين بشير، واكيد انا بكون موجوده، سو هون ببلش الكوميديا، وبعدين ريمو رح يجرب يتنكر ليصير عمته لانه عمته مع مصاري، رح لانه يتحول لامراه، مزبوط، بتقمص يمكن شخصيه امراه عجوز شوي نوعا ما،
و صح، بس امرأة غنية ومعها وغنية، مصاري وهذا كتير. الهدف يمكن من التايكون، انه يوصل لقلب الصبية يلي هي بنت رئيس صح، البلدية. بفكر انا انه هون يمكن بدي اوجه لك تحية من اشخاص، انا بدي اتشكر كل الاشخاص اللي عم يتراسلوا معنا ويعطونا واتساب. في بتمنى منكم انه تكتبوا لنا الاسم لحتى بس نعرف مين عم بيكون معنا. انا حضرتها لايف للمسرحيه، وهالانسانه ممثله مها رائعه وعملها كثير حلو، بتعقد تمثيلها كثير حلو وواقعي وكثير حقيقيه. ثانك يو، متشكر ميرسي الرقم اللي كثير. بينتهي ب 489، كما انه في رساله ثانيه كمان ما عرفت من مين، مدام خوري جمالك ثانك يو، بس مدام مش شاب معلي معلي، بالعكس، ثانك يو مدام خوري. بتسلم عليك، وكمان بتقول انه هي حضرت المسرحيه وحبتها كثير، الله يوفقها. كمان علقه كثير حلوه هيك كتبت لي. بدي اتشكر كل الاشخاص اللي عم يتواصلوا معنا، اكيد انه بندعيكم اذا بعد ما حضرتوا المسرحيه تحضروها، لانه يعني انا يمكن شهادتي مجروحه صح. بهالعمل، كوني كمان انا تلميذ الافاده الثابت، بس لاسباب يعني خارج عن ارادتي هيدي السنه ما قدرت اشارك معكم بالمسرحيه، وانا عندي غصه بصراحه بالموضوع، خصوصا ان انت البطله. مش هيك، هلا عم نحرقسك وعم نقول لك انه مسرحيتنا كتير حلوه، لازم اكيد ما تكون في معنا. شك، انا حضرتها صرت حضرها اكثر من مره وبعد بحضرها كمان. كنت عم تخبريني عن القصه، اذا بتحب تضيفي كمان شيء. لا، كان بدي اقول شغله، انه المساج من المسرحيه نعم انه يمكن بحياتنا العاديه بنلبس وجوه كتيره لحتى نخلي الشخص يلي بوجنا يحبنا، بس الحقيقة انه لازم الشخص يلي بوجنا يحبنا مثل ما نحن، من أكيد دون ما نلبس وج ومن دون ما نغير حالنا. بوجهنا الحقيقي، صح، بالنعم اللي نحن عنا اياها، بالضعف اللي نحن عنا اياه، كمان ربنا بحبنا بتقبلنا مثل ما كنا. كمان بدي اشكر مسيو روجيه بركات، كمان باعت رساله بحييك ثانك يو، وبقول لك يعطيك الف عافيه، كمان كثير بحب تمثيلك، شكله كمان حضر ثانك المسرحيه. يو مستر روجي. بدي اتشكر كل الاشخاص، وكمان اذكر اذا بتحبوا تتصلوا فيكم تكونوا عم تتلفنوا على الرقم 01-255-500. مها، قديش عم بياخذ من وقتك العمل التمثيلي؟ قديش بتفكري انك تكوني كمان من خلال هالعمل انه تكوني كمان عم تنطلقي اذا بدك اكثر لعالم التمثيل والمجال المسرح اللي انت اوريدي هلا فيه، بس هل بتفكري يوما ما مثلا انك تتخلي عن مهنتك او عن شهاداتك اللي حتى تتفرغي اكثر للتمثيل؟ كانوا بنعرف انه المسرح كثير بياخذ وقت صح، وبياخذ من تعب جسدي وروحي وفكري، يعني يمكن العالم بتشوف المسرح بتقول هي انا بدي اكون ممثل، بدي اكون مشهور، كونهم بيحبوا الشهره. قديش انت هالافكار بتورد ببالك وبتعيشيها وبتفكري فيها؟ هلا انا وقتها فتت على المسرح، قلت لك فتت بالصدفه، ودائما بقول المسرح والتمثيل هو بس مجرد هوايه، يعني ما بفكر انه كل حدا بيحلم بالشهره، بس انا ما بطمح لها، يعني اذا اجيت اكيد بكون الحمد لله، بس اذا ما اجيت ما عم بسعي لها كثير ولا بطمح لها ابدا، لانه دائما بقول انه شغلي وشهاداتي هن برايوريتي بالنسبه لي، يعني هن الاولويه. اكيد المسرح بياخد وقت، يعني انت بتعرف حبيب انه يمكن نحن بنطلع ساعتين على المسرح، بس في تحضير قبل المسرح، في تمرين، في ممثل بده يكون قبل بوقت لحتى يفوت بالشخصيه، لحتى يحضر حاله، لحتى يحضر صوته. سو المسرح اكيد بياخد من الوقت، اكيد بياخد تعبك وبياخد وقتك، وامرار بياخد من حساب غير شغل، يعني يمكن انا هلا شوي المسرح عم ياخد من حساب شغلي الاساسي، بس اذا شغله بتحبها ما بيعود بتضحي لانك بتضحي. بتنسي مزبوط، التعب، تنسى ويمكن التعب. مها اجمل شيء بهذا العمل انه بالنهايه بتقطفي ثمار، وهالثمار عم تبقى الحمد لله صح، حلوه وايجابيه، ويمكن عم بتسمعي اصداء العالم يلي كمان عم بتحبك اكثر. وانا مثل ما ذكرت يعني مش بوجودك انه انت تمثيلك كثير واقعي، وهذا الشيء اللي حلو ثانك يو انك ما ميرسي. يعني حلو الانسان يعني يتقبل الاخر بطريقه، يعني بس لما نشوفه على شاشه المسرح او على التلفزيون في يمكن اشخاص صعب نتقبلهم كممثلين، اكيد بيبقى مظبوط، نحترمهم كاشخاص وكانسان بالنتيجه، نحن علينا نحترم كل البشر، ولكن كممثل عم بحكي يمكن في ناس بتتقبلها اكثر، وممكن يمكن هذا السبب اللي بيخلي عالم يمكن تنشهر اكثر او تنعرف اكثر من قبل. مها، قديش كونك بمسرح ديني نوعا ما، قديش هالشيء عم بيقربك اكثر من الله، وعم تعيشي هيك مسيحيتك كونك كمان عم بتكوني بمسرح له اهداف وابعاد دينيه؟ هلا هي اوكي يمكن هلا صعبت مسرحيه كوميديه، صح، ولكن كمان مثل ما ذكرت حضرتك انه فيها رسائل،
هل عم تلمس هيدي الرسائل اللي عم تعيشيها؟ ليك اكيد كل مسرحيه برفادي ثابت لو اتجهت للكوميديا دائما في لها مساجات ومساجات انسانيه كثير حلوه. كوني بمسرح برفادي اكيد هالشي بيقربني اكثر من الله، وهالشي بخليني اكون مرتاحه اكثر بالمسرح. يعني بتعرفي في مسارح يمكن صعب انك تشتغل فيها، بس مسرح نعم. برفادي ثابت وانت اوريدي اكيد جربتها وقطعت بهيدي الاكسبيريانس، بتعيش تجربه العيله، نعم. لانه دائما بيقول برفادي اذا الكوليس او العيله ورا المسرح اذا ما كانت عن جد عيله متكامله، كل الممثلين حاسين بروح هيدي العيله، ما بتنجح المسرحيه وما بيطلع العمل حلو على المسرح. فنحن الحمد لله عايشين جو العيله، اكيد ما بنطلع بالمسرحيه بلا ما نصلي بلا ما يكون الله مباركه. سو هيدا الشيء اكيد بقربك اكثر من الله وبيخليك تكون مرتاح بالعمل يلي عم تعمله. وانا كمان بدي اذكر شغله انه دائما باول العمل بتبلشوا بصلاه. صح هذا الشيء مزبوط يمكن كثير من المشاهدين والاشخاص ما بيعرفوا هذا الشيء، مزبوط. فقديش بتعني لك هيدي الصلاه قبل ما تبلشوا، وقديش عم انت هيك بتحضرك روحيا؟ هلا انا قبل ما بلش اكيد بدي صلي، بس الاحلى انك تصلي مع رفقاتك، هي صلاه الجماعه احلى بكثير من الصلاه، صح، يعني ما كل فريق بتغني. العمل صح بتبقوا ماسكين بين بعض وعم بتصلوا قبل بدايه كل عمل. صح والحلو انه بيكون كل فريق العمل مثل ما قلت فريق واحد، يعني اذا انا غلطت رفقاتي رح يزعلوا، إذا أنا عملت منيح رفقاتي رح ينبسطوا، أكيد. هيدا اللي بيميز كمان مسرح برفادي ثابت. رح ناخذ اتصال مها، بنرجع نتابع أكيد حوارنا. مساء الخير، سلام المسيح ألو معكم. بونسوار، سلام المسيح بقلبك وبقلبها لمها. مرسي، شكرا. مين معنا؟ حبيب معك ماريو سمارة. أنا ما أهلا بقدر وسهلا. مشارك، ما بقدر مشارك بهيك مقابلة هالقد حلوة، ما أهلا بنقدر. وسهلا فيك. أنا بحب أذكر المشاهدين حضرتك كمان ممثلة، كمان عندك ادوار كثير حلوه عم تلعبيها كمان ببيت جده على تشاليت تي في، ما هيك؟ صحيح صحيح الفضائيه مزبوط الشقيقه لنور مزبوط نور الشرق. تفضلي صحيح. تفضلي ماري. اول شيء حبيب بدي هنيك على البرنامج الحلو، وانت شكرا. بتعرف انه نحن دائما عم نتابعك وانت دائما بتالق كلك ذوق، بهالبرنامج، ميرسي. يعني كل مره عم بتشدنا اكثر بالطريقه اللي عم بتقدم فيها، وخاصه بالضيوف اللي عم بتجيبهم على برنامجك، وانت بتعرف قد ايه محبتك خاصه بقلبي، وتدريب هالمحبة يعني استمعت انت ومها بفرد برنامج، يعني قد ايه نحن انشدينا لهالحلقة وما فينا ما نشارك. اول شيء بدي اقول لانه نحن خلقت لثلاثتنا صداقة صارت على مستوى العيلة، اكيد الحمد فهذا لله الشيء اللي بنشكر الله على بيتميز الشيء. يمكن بتلاميذ بيرفادي ثابت. وهلا لانه هي مها معك ولانه هي حاليا هي بطله بمسرحيه، بدي احكي هيك عن شخصيتها وعن تالقها بهالمسرحيه وقد ايه كانت عم بتأدي بطريقه حلوه وطبيعيه، وبنفس الوقت بقيت صديقه وداعمه لنا كلنا، يعني نحن ولا مره بنحس انه في حدا بيفرق عن الثاني بهيدي المسرحيه. فبدي اقول لها معها جود لك، الله يوفقها. وبعد كمان هيك بدي اقول شغله، قديش انا بحبها لمها على المسرح، قديش هي دائما بتأدي دورها بطريقه كثير حلوه، مها كمان كثير مميزه جدا جدا على التلفزيون، لمعت بالبرامج اللي كانت عم بتقدمها على تشاريتي. اكيد ما في شك. انا ماري بدي اشكرك كثير، واكيد بدي اتمنى لك كل التوفيق، وكمان ناطرينك لك تكوني ضايفه معنا يوما ما بالبروجرام. ان شاء الله ان شاء الله. افتحوا الشرف بالرب، اكيد حبيب، بيفتح الباب وبيفتح المجال لكل الاشخاص الموهوبه يلي كمان على امثالك، اكيد فيها نعمه اكيد ربنا وبيعرفوا الله، هي اهم شيء. بإذن شكرا الله كثير لك بإذن ماري الله. ولاتصالك، وسلام Thank مني you. كمان للكل لكل فريق العمل. أكيد أكيد Thank you حبيبي. أنا بدي أقول لها ماري عن جد ميرسي كثير على هالاتصال الحلو. ماري مش بس صديقة، ماري هي أخت، من أكثر الأشخاص يلي كانوا داعميني، وأنا هلأ بس حس إنه بضعف بمحل معين بالمسرح بالتي في بحياتي الشخصية، أكيد برجع تاخذوا لماري. القوة من بعض. وماري قالت شغلة كتير مهمة، إنه صحيح أنا أخذت دور البطولة بس بعدني صديقة. بدي أقول لماري إنه كل شخص بمسرحية برفادي بدوره الصغير أو بدوره الكبير وقتها عم بيأديه بطريقة حلوة، مثل ما ماري عم بتأدي دورة بطريقة كتير حلوة بمسرحية على جديدة، أكيد هالشي بخلي
العمل انه يتقدم ويصير احلى. اكيد ما في شك، بدنا نتشكر كل الاشخاص وكل المشاهدين. كمان في لك تحيه من رقم بينتهي باسمه تيادي، يمكن 939. وكمان كثار اشخاص في رقم كمان بينتهي ب 363. بدي اتشكر كل الاشخاص اللي عم يتواصلوا معنا، وانا ومع كمان الاوقات الحلوه دائما بتقطع بسرعه، وبدي اتمنى لك انا كل التوفيق وكل النجاح بكل الخطوات اللي بتقومي فيها. بتحب تقولي هيك كلمه نهائيه؟ وبتشكرك كمان على مجيئك الليله. وبتمنى اكيد انه كمان دائما نبقى نستضيف، يكون عن كمان الله راد عندك اعمال احلى واحلى. اول شيء بدي اتشكر تياري، وبدي اتشكر كل اللي بعتوا مساجات. اكيد هيدا الشيء بخليك تكون حبيب مبسوط وراضي عن الشغل اللي عم بتقدمه. بدي اتشكرك لك لانه كنت ضيفه بهالبروجرام اللي كثير حلو، من عنوانه حلو افرحوا بالرب. وبدي اقول لك كل العالم يلي عم تحضرنا، كل انسان اذا بحس انه عن جد بيقدر يلاقي حاله بهذا المطرح يسعى لهذا الموضوع ويشتغل ويتعب ويترك الباقي على الله، لانه الله اكيد رح يفتح له الطريق، ورح اذا لصالحه اكيد رح يحقق له اياه. امين يا رب. اكيد الله يباركك معها. مثل ما ذكرت انه نحن كل انسان عنده موهبه، عنده وزنه، قديش نحن منوع على هذا الوزن والقيمه اللي ربنا عطينا اياها، قديش بنحاول اكثر انه نكون عم نستثمرها بالمكان الصحيح. بدي اتشكرك كثير، وبدي وجه تحيه لكل فريق عمل مسرحيه علقه جديده، واكيد للافاده ثابت وعلى اعماله كثير حلوه. نحن بدنا نتوقف مشاهدينا دقائق قليلة مع بريك، ونرجع نتابع مع ضيوف جديد، ونرجع كمان أكيد اللي عندهم شهادة كتير مهمة رح نتسمع لهم ونعرف أكثر عن قصتهم. لكن ترتيلي بريك قصير وبنرجع.